بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين 31/8/2020 تم تحميل عدد 7 طن لحوم من مجزر البساتين لتوصيلها لمحافظتي المنيا 4 طن والدقهلية 3 طن، كما تم بالأمس تحميل عدد 12 طن متجه إلى محافظات الصعيد، محافظة سوهاج 4 طن ومحافظة قنا 4 طن ومحافظة أسوان 4 طن، وذلك لتسليمها اليوم وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. هذا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 31/8/2020 إن شاء الله محمل 3 طن متجه إلى محافظة الدقهلية، وشكراً.